رانا موجودين اليوم في المدرستين العاليتين الوطنيتين العاليتين في الذكاء الاصطناعي والرياضيات بقطب التكنولوجي بسيدي عبد الله لأولا إحياء اليوم العلم اللي مصادف ل 16 أبريل من كل سنة، وكذلك عطينا أهمية هذه السنة لهذا المدرسين لتتمين البحث العلمي وتتمين التكوين في تخصصات تكنولوجية اللي عندها أهمية كبيرة. كان سيد رئيس الجمهورية عطى أهمية كبيرة لهذه المدرستين، وإحنا جينا اليوم باش نتمنوا كل العمل اللي رام يقوموا به من ناحية التكوين ومن ناحية البحث العلمي ومن ناحية حتى مخرجات التكوين والبحث العلمي فيما يخص هذه المدرستين.